أخبار اليوم. الصحيحة من بين الإجابات المعطى: واحد، إذا كان مجموع معاملات الحدود فيها المفكوك 3 س ناقص ص والسنون تساوي 64، فإن ن تساوي اختيارات 2 3 6 4. رقم 2، أوميجا ناقص أوميجا تربيع في أوميجا تربيع ناقص أوميجا تساوي نقط. 3 3 ت سالب 3 سالب 3 ت. رقم 3، إذا وازى مستقيم كل من مستويين متقاطعين، فإنه نقط عمودي على خط تقاطعهما يوازي خط تقاطعهما عمودي على كل منهما ينصف الزاوية بينهما. رقم 4، اتحاد نصفي مستويين مع حدهما المشترك يسمى نقط بين المستويين المستوى المشترك. الزاوية الزوجية الحد المشترك قياس الزاوية الزوجية. خمسة، هرم ثلاثي منتظم حرفه 3 سنتي فإن طول ارتفاعه يساوي اختيارات عندنا 3 6 جذر 2 جذر 6. 6، متوازي مستطيلات طول قطره 7 سنتي وقاعدته مربع مساحته 20 سنتيمتر مربع، فإن حجمه يساوي. اختيارات عندنا 140 70 20 60. يلا كده مع بعض نشوف ازاي نجاوب المسألة دي، وزي ما اتفقنا مع بعض احنا عايزين الإجابة بس، مش عايزين نكتب سؤال ولا نكتب حاجة. يعني بالنسبة للإجابة اكتب إجابة السؤال، إجابة السؤال الثاني إذا كنت أنا مختاره، يعني رقم 1 رقم 2 رقم 3، وقلنا عايزين الإجابة بس. نشوف أول حاجة كده،
مجموع معاملات الحدود في المفعول 3 س ناقص صادر كله سنون صار 64. انا لما باجي افك حاجه زي دي واقول لي هات معامل الحد مثلا تاني او معامل الحد التالت، يبقى انا مش عايز رموز، يبقى بنحط السين والصاد بالايه؟ بنعوض عن السين بواحد وعن الصاد بواحد، مش عايز رمز. فهنا لما اعوض عن السين بواحد يبقى 3 في 1 ب 3، ناقص 1 تبقى 2، 2 والسنون 64 في الهامش اهو على جنب، 2 والسنون هنا اوميجا ناقص اوميجا تربيع في اوميجا تربيع ناقص اوميجا. كلنا عارفين يعني ايه اوميجا. الاوميجا هي الجذر التكعيبي للواحد الصحيح، وعرفنا ان الواحد الصحيح له 3 جذور تكعيبية، وهي على الترتيب 1 واوميجا واوميجا تربيع. وعرفنا بعض الخاص ان لو ربعت الاوميجا، ها مربع الاوميجا يدي ايه؟ اوميجا تربيع، ومربع اوميجا تربيع يدي ايه؟ اوميجا. ومجموعهم التلاتة بصفر، 1 زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع ده بصفر. ودي ناخد منها حاجات كتير قوي. اوميجا زائد اوميجا تربيع سالب 1، 1 زائد اوميجا سالب اوميجا تربيع، 1 زائد اوميجا تربيع بسالب اوميجا، 1 على اوميجا، الواحد ده اللي هو اوميجا تكعيب، اوميجا تكعيب على اوميجا، اوميجا تربيع، 1 على اوميجا تربيع باوميجا، وهكذا. طيب وحافظين بقى الطالب اللي حافظ ان اوميجا ناقص اوميجا تربيع هي نفسها اوميجا تربيع ناقص اوميجا وكل منهم موجب او سالب جذر 3 ت، الكلام ده مش مظبوط لسبب بسيط، ان الطرح ليس عمليه ابداليه. الطرح ما هواش عمليه ابداليه. فابناء الطلبه لو جالكوا المساله ديت فيها جزئيتين اوميجا ناقص اوميجا تربيع وجت معاها اوميجا تربيع ناقص اوميجا، فلو اعتبرنا ان دي موجبه وسالب جذر 3 ت لابد ان نعتبر ان اوميجا تربيع ناقص اوميجا هي سالب او موجب جذر 3 ت. وتعالوا نحلها بالطريقتين. تعالوا نعملها عملية ضرب عادي خالص ونشوف الجواب. تعالوا نضرب مع بعض. أوميجا ناقص أوميجا تربيع في أوميجا تربيع ناقص أوميجا. فك معايا. الأوميجا دي هتتضرب هنا وهنا. ها؟ يبقى أوميجا أس 3 ناقص أوميجا تربيع. طب نضرب دي كده؟ سالب أوميجا أس 4 موجب أوميجا تكعيب. قلنا اوميجا تكعيب دي بكام؟ بواحد. اوميجا تكعيب دي بكام؟ بواحد. هنا سالب اوميجا تربيع وهنا اوميجا اس 4 هي سالب اوميجا. يبقى هنا 1 و1 بقوا 2. من هنا هاخد سالب عامل مشترك. يبقى اوميجا تربيع زائد اوميجا. ادي 2 سالب. اوميجا تربيع ايه موجب اوميجا لسه قايلين؟ سالب 1. سالب في سالب بموجب ويبقى الجواب كام؟ 3. دي الإجابة الصحيحة أهي 3. ولو عملناها بالشكل ده أو لو خدنا دي أوميجا موجب يبقى دي سالب، لو خدناها سالب يبقى الثانية هي موجب، يبقى سالب في موجب بسالب، وت في ت بت تربيع يبقى بموجب 1، وجذر 3 في جذر 3 ب 3 يبقى الإجابة مظبوطة إيه؟ 3. لكن لو عكست دي وخليت دي زي دي هتطلع معايا سالب 3 اهي، فمش هتبقى مظبوط. دي نتيجة إذا وازى مستقيم كل من مستويين متقاطعين. إذا وازى مستقيم كل من مستويين متقاطعين فإنه ناقص. آدي المستويين هم دول كده مستويين. وادي المستقيم اهو موازي لكل من المستويين المتقاطعين.
يبقى ايه العلاقه بينه وبين هذا الخط اللي هو خط تقاطع؟ ايوه مظبوط، ها يوازيه، فانه يوازي خط تقاطعهما. الاجابه دي طبعا مش هتجيلي في ورقه الاسئله ولا بتتكتب ايه زي ما اتفقنا هنا كده، يوازي ها خط تقاطعهما اهي. رقم 4، والاجابه الصحيحه موجوده قدام عينينا اهي. اهي بالنسبة للرقم، الفقرة رقم 4، اتحاد نصفي مستويين. اتحاد نصفي مستويين، ادي نصف مستوى وادي نصف مستوى، لهما حد مشترك. اتحاد نصفي المستويين مع هذا الحد المشترك، ها ايه هو؟ يسمى ايه؟ عندنا اختيارات اهو. ايوه سامع ناس بتقول لي ايه الاجابة الصح؟ ايوه زاوية ايه؟ ها؟ زاوية. الزاوية الزاوية. اهي الإجابة موجودة. نشوف الفقرة 4 ولا 5 و6، ودي مسائل ايه؟ فيها حسابات، وأنا متوقع إن هم يكونوا 3 مش 2 كمان. 3 فقرات فيها حسابات تعتمد على دي اسمها هندسه. هرم ثلاثي منتظم حرفه 3 سم، يبقى طول ارتفاعه كذا. مش سهل قوي الهرم الثلاثي المنتظم، كلنا بنعرف نرسمه. احرفه جميعها متساويه، وكل وجه من اوجهه مثلث متساوي لايه؟ الأرض. لو سمينا ده لام، من السهل ان انا اجيب علاقه بين اللام والارتفاع. لو سقطت من راس الهرم الثلاثي المنتظم ارتفاع القاعده، هيقابلها عند مركزها الهندسي اللي هو نقطه طلاق الايه؟ المتوسطات. كلنا عارفين الكلام ده. الزاويه دي 60 درجة، يبقى الطول ده كله اللي هو المتوسط لام جا 60، يعني جذر 3/2 لام. طب النسبة هنا نقطة تقاطع متوسطات المثلث، تقسم كل منها بنسبة 1/2 من جهة قاعدة، يعني الجزء ده كده لو انا قلت ده ألف ب ميم د، وده عندي ميم اهي، ب م ده عبارة عن قد إيه من ب ه مثلا؟ هيبقى تلتين. ب م تلتين في ب ه كلها، اللي هي جذر 3/2 إيه؟ لا. طيب ده عمودي على مستوى القاعدة. طبعا ذاكرت وعارفين النظريات، طالما عمودي على مستوى القاعدة يبقى عمودي على ب ه، يعني دي كام كده؟ 90 اهي. اقدر انا جبت دي وعندي دي من نظريه فيثاغورس، اقدر اجيب الف ميم، بس بعد بالاختصار دي شويه كده، فواحد على جذر 3 لام، هنقول الف ميم اللي هو الارتفاع هسميها عين، ارتفاع عين تربيع بيساوي لام تربيع ناقص ب م تربيع، يا ناقص تلت لام تربيع، يعني عين تربيع تلتين لام تربيع. يعني العلاقة ايه دلوقتي؟ اضرب في 3 كده، يبقى 3 عين تربيع تساوي 2 لام تربيع. يا ريت هذه العلاقة عشان ما نضيعش وقتنا، ولو جت مسألة ظريفة بالشكل ده يبقى حافظينها سهلة. 3 عين تربيع يساوي 2 لام تربيع. نعوض هنا بقى كده، عندنا طول الحرف بكام اللي هو لام؟ 3، يبقى 3 عين تربيع بيساوي 2 في كام؟
ثلاثة تربيع بتسعة، 18 على التلاتة في الستة، واضح يبقى العين بكام؟ بجذر ستة، وادي الإجابة عندنا اهي. نشوف الفقرة الستة، متوازي مستطيلات طول قطره 7 سنتي. عرفنا يعني ايه طول قطر متوازي مستطيلات، زيه زي المكعب، قطعة مستقيمة تصل بالرأسين ليس في مستوى واحد. وفرقنا بين القطر في متوازي المستطيلات او المكعب وقطر الوجه. قطر متوازي المستطيلات برضو ممكن نستنتجه بهذا ايه بنفس الطريقة كده، بس عشان الوقت، القطر في متوازي المستطيلات هو الجذر التربيعي لمجموع مربعات أبعاده الثلاثة. فلو كان أبعاد متوازي المستطيلات س و ص و ع، الطول والعرض والارتفاع، يبقى طول قطره جذر س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع. طب نقرا المسألة كويس، وبنقول متوازي المستطيلات طول قطره 7، قاعدة مربعة، يعني س زي الص ومساحته 20، خلاص هيبقى دي كام كده؟ المساحة ايه؟ اللي هي س تربيع نفسها ب 20، وص تربيع نفسها ب 20. ده يدي مين قلنا؟ طول قطره. طب طول القطر هو مديهولي بكام؟ هو ايه اللي هو طول القطر بكام؟ ب7، اهي يبقى هنا هحط كلمة ها؟ العدد 7. لما ربع الطرفين يبقى هنا 49 يساوي 20 زائد 20 زائد عين تربيع. يعني العين تربيع يساوي 49 ناقص 40 9، ويبقى الارتفاع بكام؟ ب3. طب جبنا الارتفاع، هو بيقول لي عاوز حجمه. الحجم بيساوي الطول في العرض في ايه؟ في الارتفاع. طول في العرض ارتفاع، يعني س في ص في ايه؟ في ع. احنا قلنا الس قد الص، الس هي الص، يبقى كأن س في ص دي كأنها س تربيع. أو نقول مساحة القاعدة في الارتفاع، القاعدة مربعة دي الشكل. س تربيع في ع، 20 في 7 ولا 20 في 3؟ بكام؟ ب 60، وأدي الإجابة أهي.